إلى عربي بوست، نجل مسؤول بارز مقرب من بوتين قاتل مع فاغنر بأوكرانيا، انضم للمرتزقة تحت اسم مستعار لحماية هويته. زعم نجل المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تلقى تعليمه وقاتل في أوكرانيا في بريطانيا في مقابلة أنه انضم إلى مجموعة فاغنر كرجل مدفعية باسم مستعار لحماية هويته. وصرح نيكولاي بيسكوف نجل ديمتري بيسكوف البالغ من العمر 55 عاما بأنه انضم إلى مجموعة المرتزقة سيئة السمعة بموافقة والده وحصل على وسام الشجاع خلال جولته والتي استمرت 6 أشهر وانتهت لتوها بحسب صحيفة ذا تايمز البريطانية 24 من نيسان لعام 2023. وقال بيسكوف لصحيفة روسية إنه عندما قرر المشاركة في العملية العسكرية الخاصة مصالح بوتين للغزو لم أكن أعرف كيفية الوصول إلى هناك، لأنه عندما بدأت العملية لم يكن هناك الكثير من المعلومات كما هو الحال الآن. بيسكوف أضاف أيضا لهذا السبب كان علي أن أسأل والدي عن كيفية الاتصال بشركة عسكرية خاصة قد ساعدني في ذلك. وقال الرجل البالغ من العمر 33 عاما إنه اعتبر أنه من واجبه القتال وكنت ملزوما بالمشاركة ومساعدة هذه القوات على حد وصفه. ويصف البعض في الداخل المسؤولين الروس بأنهم منافقون لأنهم يشيدون بالحرب بينما هم وأطفالهم يتجنبون عادة الخدمة العسكرية. ننتقل وإياكم إلى الكاريكاتير نتابع. وبهذا نكون وصلنا إلى ختام جولة اليوم من الصحافة، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة في أمان الله.